اخوان، السلام عليكم. ان شاء الله اليوم يكون فيديو جديد. لا يكون هذا الفيديو غيكون مخصص لهذا الخيل هذا اللي صراحة يستاهل. دابا تخليكم مع الفيديو اللي كنتمنينا الاعجاب ديالكم. خوتي كاين الجدع عند الزرق، عندو 4 سنوات، انا عطا فيها العربية طويبة 5 د المرايين، راح على السوق. عرف الجدع مليح، طول ديالو خويا شحال؟ طول ديالو قيس ولا؟ طول ديالو العلو؟ ما عبروش، راه باين خير هذاك. لا خير تبارك الله كاين. واش يقدر؟ ايوا واش يقدر؟ العميد هذه دير بلاليك راه نهار يومين كيبان العود، اما فلوسي اما عودي. هادو راه جوج ديال الحوايج كاينين، معروفه الشروط ديالهم، اما عودي. معروفه الشروط، بعتي بربعة غاتشد جوج ولا ثلاثة وغاتخلي 1 مليون غرام، كتشي سبيعة تقول لهم عطيني شي ريال سير عبر العود غدا فلوسي ولا عاود. باش ما تلقاش المشاكل، باش ما تلقاش المشاكل مرة. وراء عندك المليح، هذا الواقع عندك المليح. واش صاحبي هذا المعلم المليح معروف؟ ما تجبد له لا كارت لا تعاش. وتا هو راه زاد لي لا كارت. هاي الفلوس عند الحاج، كل شيء عند الحاج. دوز معانا صافي لي. عربي
الله من دليل الجو
Thank you.